دائما ما نشاهد أغلب الطائرات باللون الأبيض، ولا يوجد عليها سوى شعار الشركة فقط، وهذا أمر يدفعك للتفكير في السبب، رغم أنه من السهل جدا على شركات تصنيع الطائرات من طلائها بألوان مختلفة. ولكن هل تعلم أن لذلك أسبابا قوية جدا تدفعهم لطلائها باللون الأبيض؟ منها تخفيف وزن الطائرة والأمن والسلامة. رغم اختلاف الشركات والدول التي تمتلك الطائرات، يتم طلاؤها باللون الأبيض، وهناك أسباب عدة ترتبط بذلك الأمر الذي يبدو للبعض محيراً وغير مفهوم. تصل تكلفة طلاء الطائرة إلى 200,000 دولار، لذلك تلجأ شركات الطيران إلى الخيار الأقل وطلائها باللون الأبيض. وذكر المتحدث باسم شركة أيرباص لصناعة الطائرات فلوريان زيدل أن الشركات المالكة للطائرات تطلب طلاءها بالألوان التي تناسبها وليس الشركة المصنعة. ذكر أندرياس شترومير من مؤسسة بناء الطائرات في جامعة شتوتغارت أن السبب يعود لأشعة الشمس التي تنعكس بسبب اللون الأبيض، أما الألوان الأخرى فتمتص الضوء وهو ما يرفع درجات حرارة الطائرة. إضافة إلى ذلك تسبب الأجهزة الإلكترونية والمسافرين حرارة إضافية داخل الطائرة، مما يطلب رفع عمل مكيفات الهواء داخل الطائرة وهو ما يرفع من كمية استهلاك الوقود. ذكرت بعض المواقع الإلكترونية أن الألوان الغامقة تضيف وزنا إضافيا للطائرة يصل إلى 200 كيلوغرام تقريبا من الطائرات ذات الطلاء الأبيض، وهو ما يعني زيادة في استهلاك الوقود وزيادة في النفقات. اللون الأبيض للطائرة يساعد الفنيين ومسؤولي السلامة على اكتشاف العيوب الفنية أو الشقوق أو بقع الدهون أو الزيوت المتسربة بجسد الطائرة التي تمتلك لونا أبيض عن تلك التي تمتلك أكثر من لون. كما أن بعض شركات الطيران المستأجرة للطائرات تستخدمها لفترات قصيرة فقط، وتستعمل لذلك ملصقات تحمل شعار الشركة بدلاً من طلائها بألوان أخرى حتى يسهل إزالتها واستخدام الطائرات من جديد من قبل شركات أخرى. على صعيد آخر، أكد خبراء الطيران أنه يتم في الحالات الاعتيادية طلاء الطائرة من جديد كل 7 إلى 8 سنوات، كما يطلق على الطائرات الجديدة بالطائرات الخضراء، لأنه يتم طلاؤها بطبقة خضراء ضد التآكل لحماية الألومنيوم. يجب غسل هذه الطبقة قبل البدء بعملية الطلاء. تستغرق كل طبقة 12 ساعة لتجف تماما. الطلاء الأخضر ليس لون الطائرة، إنما طبقة واقية مؤقتة لحماية الألومنيوم، حيث يقوم الخبراء بعد ذلك بطلاء الطائرة باللون المرغوب. وبمناسبة أننا ذكرنا الأمن والسلامة، فدائما ما يتبادر إلى أذهان ركاب الطائرات تساؤل عن السر وراء تخفيف الأضواء وفتح النوافذ عند الإقلاع أو الهبوط. وكان الاعتقاد السائد أن السبب هو للتمتع بالمناظر الخلابة أثناء إقلاع أو هبوط الطائرة، ولكن السبب هو السلامة والأمن. يوضح الطيارون أن هناك ضرورة لتخفيف إنارة المقصورة كإجراء احترازي في حالة حدوث طارئ ما، ويتم إطفاء الأنوار في الطائرة أثناء الإقلاع لكي يعتاد نظر الركاب على الظلام في حال اضطرارهم لإخلائها إزاء حدوث أي طوارئ، ويساعد تخفيف الإضاءة أيضا على كشف إشارات ومسارات الطوارئ المضاءة بوضوح أكثر. إن الإضاءة الخافتة تسمح للعيون بالتكيف مع الظلام. وقال أحد الخبراء موضحا: تخيل نفسك في غرفة ساطعة الإضاءة بصورة غير عادية ومليئة بالعقبات، ليقوم أحدهم بإطفاء الإنارة ويطلب منك الخروج بسرعة. ويفسر هذا الأمر أنه بهذه الطريقة يعتاد نظر الركاب على الأنوار الخافتة أو الظلام، فإذا أرغموا على الخروج من الطائرة يخرجون بسرعة لأنهم تأقلموا مع الظلام. وأفاد الخبراء في صناعة الطائرات بأن القدرة البصرية للشخص الذي تأقلم على الضوء الخافت قبل وقوع حادث مؤسف أفضل 1000 مرة من الذي يتعرض لحادث وهو غارق في الظلام، خصوصا أن لديه 90 ثانية فقط للخروج من الطائرة، وإبقاء نوافذ الطائرة مفتوحة يسمح للركاب رؤية أو ملاحظة أي حركة غير مألوفة في جسم الطائرة بالخارج أو حولها والإبلاغ عنها فورا. كما أن إبقاء ستائر النوافذ مفتوحة يسمح لموظفي الطوارئ خارج الطائرة برؤية مقصورة لتقييم الموقف. يذكر أن نوافذ الطائرات قبل عام 1953 كانت مربعة الشكل،
ثم تحولت إلى الشكل البيضاوي بعدما اكتشف الخبراء أن الشكل المربع سبب سقوط إحدى الطائرات لأنها تحتوي على 4 زوايا، مما يعني وجود 4 نقاط ضعف محتملة يمكن أن تتحطم حالة تعرض الطائرة لضغط هوائي شديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.